في اطار مكافحه الجريمه بشتى انواعها تمكنت الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين البنيان من وضع حد لنشاط شبكه اجراميه مختصه في التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال العمليه جاءت بعد توقيف سياره للمراقبه المروريه بعد مراقبه وثائق السياره وتفتيشها تفتيشا امنيا تم العثور على وثائق هويه مزدوجه ومن النظره الاولى تظهر مزوره ليتم توقيف سائق السيارة واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق التحقيق الأولي مع المشتبه فيه بيّن وجود عصابة إجرامية تنشط في مجال التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تزوير وثائق الهوية سجلات تجارية وثائق هوية دفات العائلية مكنت العملية من توقيف شخصين مشتبه فيهم مع حجز ملفات قاعدية وثائق مزورة وثائق مهيئة للتصوير أختام مزورة بالإضافة إلى أدوات ومعدات كانت تستعمل في النشاط الإجرامي بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية